بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. طيب، ثم يقول المصنف ليس بعرض، يعني الله تعالى ليس بعرض. فإذا فيما سبق أثبت لله تعالى هذه الصفات، ثم من هنا يبين اندفاع بعض الصفات وتنزيهه عن الله تعالى. ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعل ولا متجزئ ولا متركب ولا متناه ولا يوصف بالمائية. كل هذا نفي بعض الصفات الناقصة في حقه تعالى. هذا هو ليس بعرض. هذا ضد الجوهر يكون بفتح الراء عرض، أما ما يقابل الطول هو بسكون الراء عرل، طول عرل، ويقال هناك عرل أيضا على وزن طول. ثم هذا عرل لأنه لا يقوم بذاته. لماذا ذكر أن الله تعالى ليس بعرل؟ لأن العرل لا يقوم بذاته، الله تعالى هو قائم بذاته. فظهر أن الله تعالى ليس بعرض، لا يقوم بذاته. ثم ماذا حال العرض؟ بل يفتقر إلى محل يقومه. هذا العرض يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا. فإذا أثبت في هذا الكلام أن الله تعالى ليس بعرض بثلاثة وجوه. أولا الله تعالى قائم بذاته، هذا عرض ليس قائما بذاته. ثم الله تعالى لا يفتقر إلى محل يقومه وهو بل هو منزه عنه، أما العرض هو يفتقر إلى محل يقومه. ثم ثالثا هذا الافتقار علامة الإمكان أو علامة الحدوث. الله تعالى هو ليس هو يعني ليس ممكنا بل هو واجب كما سبق. ثم إلى محل يقومه، سبقا بينا معنى المحل بما سبق. فسر الشارح الموضوع بقوله أي محل يقومه. الموضوع إما يكون الهيولى أو يكون هذا محل العربي، فيكون ممكنا لذلك ليس بعرض. ثم ولأنه يمتنع بقاؤه، ثم ثانيا نقول العرض يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائما به. الله سبحانه وتعالى هو واجب البقاء، هذا العرض هو ممتنع البقاء، أما الله سبحانه وتعالى هو واجب البقاء كما سبق. وهذا العرض يمتنع بقاؤه. لماذا قال أن العرض يمتنع بقاؤه وإلا لو لم يكن بقاؤه ممتنعا لكان البقاء معنا قائما به. ما هو البقاء؟ هل هو معنا قائم به؟ يعني معنى قائم بالعرض، كما نقول يعني الجدار أسود أو الجدار أحمر أو الماء حلو، فإذا يكون هناك حلاوة، فكذلك هنا الحمرة أو السواد هكذا، هذا معنى قائم بالجدار، معنى قائم بالماء. كذلك حينما نذكر فلان عالم، العلم معنى قائم بزيد، كذلك لو كان البقاء معنى قائما بالعرض
فيلزم قيام المعنى بالمعنى هذا هو. وهو محال يعني المعنى لا يقوم بالمعنى بل المعنى يقوم بالذات، يقوم بذات من الذوات، لا يقوم المعنى بالمعنى. العرل لا يقوم بالعرل بل العرل يقوم بالجوهري أو بالعين هكذا. لذلك ينبغي أن يمتنع بقاء العرل وهو محال، لأن قيام العرل بالشيء معناه. وقال يلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال. لماذا قال وهو محال؟ لأن قيام العرل بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه كما سبق عند المتكلمين. معنى قيام العرل بالشيء معناه ماذا؟ تحيز العرل تابع لتحيز ذلك الشيء، والعرل لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته. هذا علة لكون قيام المعنى بالمعنى محال محالا. لأجل ذلك يلزم امتناع بقاء العرض. ثم بعده يقول وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده وأن معناه هو التبعية في التحيز. يعني هناك خلاف، فهذا العلة الثانية. يعني ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى ليس بعرض، يعني لا يطلق عليه العرض لاندفاع معنى العرضية في حقه تعالى وتنزهه عن معنى العرضية. ثم هذا إطلاق أيضا ليس بجائز كما سيأتي. ذكر لذلك إلا أولا لأنه لا يقوم بذاته، نعم، بل يفتقر إلى محل يقومه ويكون ممكنا. وهذه العبارة تشتمل على نقاط ثلاثة لتنزهه تعالى، تدل على تنزهه تعالى عن العرضية. ثم بعد ذلك ذكر إلا ثانية وهو قوله ولأنه يمتنع بقاؤه. لماذا يمتنع بقاؤه؟ هو قال وإلا يعني لو لم يكن ممتنيا لكان البقاء معنى قائما به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال. لماذا كان محالا؟ لأن قيام الأرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، والأرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته. نعم، هذا التعليل. الثاني مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، فيه خلاف، هل هو معنى زائد عن وجوده أو هل هو استمرار الوجود؟ لو كان استمرار الوجود فلا يكون هناك قيام المعنى بالمعنى ولا يكون هناك امتناع بقاء الأرض، بل كل عرل باقي. فإذا هنا يعني الأعرال باقية، هذا اللون باقي، فهذه يعني الروائح باقية، الألوان باقية، والطعوم باقية، وهذا يؤول هذا البقاء من يقول بامتناع بقاء الأعرال بأن هذه الأعرال لا تبقى بل تتحدى، يعني حقيقة لا تبقى بل ظاهرا فقط. ماذا يجري في الحقيقة؟ حدوث الأمثال في كل لحظة. فإذا هذا السواد المرئي وهذه الحمرة المرئية ليست نفس المرئي، السواد المرئي أو نفس الحمرة المرئية قبل لحظة، فكذلك الذي يرى بعد لحظة ليس الذي يرى الآن هكذا، بل هذا يبقى بالتجدد الأمثال هكذا هم قالوا. نعم، سيأتي رد عليه أيضا. نعم، لذلك أولا يقول هذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، ثم وأن القيام معناه هو التبعية في التحيز، فيه أيضا خلاف، ما معنى القيام؟ قيام بغيره، سبق الخلاف. المتكلمون يقولون أن معنى القيام قيام العرض
بغيره أثناء تبعية التحيز. أما عند الفلاسفة معناه اختصاص النعت بالمنعوت، اختصاصه بمحله كاختصاص النعت بالمنعوت. نعم. فإذا نظرا إلى هذا الخلاف على ما بني هذا القول الأول، يعني التعليل الأول على هذين الرأيين، ثم الشارح يقول والحق يعني في هذين المسألتين يعني بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، كذلك معنى القيام الطبيعية في الهيز، في هاتين المسألتين ما هو الحق؟ أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله، هذا هو معنى البقاء. وحقيقته يعني حقيقة الاستمرار الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني، يعني حقيقة الاستمرار، يعني يأتي هناك نفس الشبهة، الاستمرار هل هو معنى آخر؟ لو كان معنى آخر زائدا عن الوجود يأتي نفس الإشكال، لذلك قال بيّن حقيقة الاستمرار الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. فإذا هناك ليس إلا وجود فقط، وجود فقط، فإذا ليس هناك معنى زائد عن الوجود، لذلك لا يلزم هناك قيام المعنى بالمعنى المحال، وكذلك لا يمتنع بقاء الأرض بل يمكن بقاء الأرض. ثم بالنسبة إلى المسألة الثانية، ومعنى قولنا وجد فلم يبقى، لا نعم هذا بقية هذا. فإذا ومعنى قولنا وجد فلم يبقى أنه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني، هذا ذكره أشاره إيلاحا لزيادة الوضوح في قوله الأول أن البقاء استمرار الوجود. فإذا معنى قوله وجد فلم يبقى معناه لم يستمر، لم يبقى يعني لم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا بالزمان الثاني. نعم. كذلك أن القيام هو اختصاص النعت بالمنعوت. نعم هذا هو بالنسبة إلى المسألة الثانية، ما معنى القيام؟ سبق أن ذكر والذي ذكر من العلة مبني على معنى أن معناه التبعية في التهيج. ثم قال والحق، ما هو الحق في هذه المسألة؟ أن القيام، هذا يعتبرنا على قوله أن البقاء، فإذا يكون المعنى الحق أن القيام هو اختصاص النعت بالمنعوت كما في أوصاف الباري تعالى. ثم يقول أمرا ثالثا، وأن اندفاع الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض. لكن ما ذكره أولا فلا بأس به، يعني الحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله، يعني هذا الخلاف بين المتكلمين. الإمام الأشعري رحمه الله ذكر أن البقاء معنى قائم، لأجل ذلك لا يقوم المعنى بالمعنى، لا يبقى الأعراض بل يمتنع، هذا بناء على قول الفلاسفة. على كل حال هو قال نعم، والآخرون قالوا أن معنى البقاء استمرار الوجود. فإذا الشارح يعني جعل هذا الثاني حقا فلا بأس به، لكن جعل هذا القول حقا يعني معنى القيام اختصاص النعت بالمنعوت، وكيف يجعل هذا حقا؟ فيه اعتراض على الشارح، هو الذي بين معنى القيام سابقا عند المتكلمين وعند الفلاسفة، هذا معنى الفلاسفة، كيف يكون ما ذكره الفلاسفة حقا؟ فيه إرادة حقا. نعم. ثم كما في أوصاف الباري تعالى، يعني لو ذكر هكذا معنى القيام اختصاص النعت بالمنعوت فلا يكون هناك خلاف بين معنى قيام الأرض وكذلك وبين معنى قيام صفاته تعالى في ذاته، فهكذا لا يكون فرق. نعم. ثم أما الفرق يعني بناء على قول المتكلمين، قيام العرل معناه التحيز، التبعية في التحيز، فهذا لا يكون في صفاته تعالى،
قيام صفاته تعالى بذاته سبق أن بينا معنا هنا عند المتكلم ثم وأن اندفاع الأجسام في كل آن فهذا في الحقيقة رد على ما بني من امتناع بقاء الأرض لو قيل أن بقاء الأرض ممتنع يأتي شبهة سؤال إيران كيف تبقى هذه الأعراض كلها باقية ثم كيف يقال أن بقاء الأعراض ممتنع كيف يقال هذه الألوان كلها باقية الطعوم كلها باقية الروائح كلها باقية فإذا الجواب من جانبهم أن هذا بالتجدد الأمثال فإذا هو يقول وهذا القول يعني تجدد الأمثال بقاء الأعراض بتجدد الأمثال هو مثل قولي مثل قولي أن بقاء الأجسام أيضا بتجدد الأمثال يعني في كل لحظة ينتفي هذا العرض ثم يتجدد بعده مثله ثم يتجدد بعده مثله لو ذكرنا هكذا أي مانع من ذكر مثله في الأجسام الجسم أيضا ينتفي ثم في كل لحظة ثم يتجدد مثله ثم يتجدد مثله هذا قال تضعيفا لهذا القول يعني أن بقاء الأعراض بالتجدد الأمثالي نعم هناك فرق يعني لماذا اضطروا إلى هذا القول بسبب قولهم أن البقاء معنى زائد على الوجود لذلك اضطروا إلى هذا القول يعني بأن بقاء أعراض بتجدد الأمثال أما هذه المشكلة لا تأتي في الأجسام الأجسام تتحمل جميع المعاني على عاتقها فلا بأس نعم ولا إشكال على كل حال هو يقول والحق هذا الحق الثالث أن اندفاع الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها ينتفي في كل آن ثم وأن مشاهدة بقائها كيف بتجدد الأمثال وهذا ليس بأبعد من ذلك في الأعراض يعني بل يكون كلاهما سواء نعم تمسكهم في قيام الأرض بالأعراض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام يعني هناك قوم تمسكوا بقيام الأرض بالأرض تمسكوا على قيام الأرض بالأرض بأي شيء بسرعة الحركة وبطئها فإذا سرعة معنى زائد على معنى الحركة ثم تقوم السرعة بالحركة فهنا قيام المعنى بالمعنى فهذا ليس بممتنع هكذا استدل قوم ثالث نعم هذا رأي قوم ثالث فإذا ردا عليه قال الشارح تمسكهم في قيام الأرض بالأرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام إذ ليس هنا شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطون بل هناك حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى البعض بطيئة هكذا فإذا هذا حركة فقط ليس هناك يعني معنى زائد يسمى بالسرعة أو بالبطيء بل هذه يعني إضافة فقط ليس هذا عرضا آخر نعم وبهذا تبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات بل هذا السرعة والبطء من الإضافات فإذا الحركة السريعة والحركة البطيئة ليس من نوعين بل كلاهما من نوع واحد الاختلاف بينهما بالإضافة نعم ثم يذكر يعني ولا جسم ولا جوهر نعم ذكر في المواقف عدد الدين اللي يجي رحمة الله عليه قال ذهب بعض الجهال إلى أنه جسم هكذا قال فإذا ردا عليه قال الشارح ولا جسم ليس بعرض ولا جسم
ولا جوهر. لماذا ليس بجسم؟ لأنه متركب ومتحيز. التركب والتحيز وذلك أمارة الحدوث. الله تعالى ليس بحادث بل هو محدث كما سبق. ولا جوهر ليس بجوهر يعني سبق للجوهر معنى يعني. فإذا بناء على المعنى عندنا تنزهه تعالى عن الجوهرية. لماذا؟ هذا الذي يقول أولا. أما عندنا فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ وهو متحيز وجزء من الجسم. الجوهر جزء من الجسم يعني يتركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ وهو من الجواهر كما سبق. وهو الله تعالى متعال عن ذلك يعني منزه عن ذلك. نعم. وأما عند الفلاسفة يعني عندهم للجوهر معنى آخر. فلأنهم وإن جعلوه اسما للموجود لا في موضوع. معنى الجوهر عندهم هذا موجود لا في موضوع. نعم. هذا بالنسبة إلى الله تعالى معنى صحيح. نعم. موجود لا في موضوع مجردا كان أو متحيزا. لكنهم جعلوه من أقسام الممكن. هذا الفلاسفة قالوا موجود لا في موضوع هذا هو الجوهر. لكن هذا موجود يوصف هو صفة لممكن. فإذا الجوهر عندهم ممكن موجود لا في موضوع. والله تعالى منزه عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى واجب ليس بممكن. نعم. ثم وهناك إطلاق ثالث هذا الذي يذكره بعد هنا. مجردا كان أو متحيزا لكنهم جعلوه من أقسام الممكن. وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع. فإذا لاحرى تنزهه تعالى عن الجوهرية. ثم بعد ذلك هنا للكرامية موام يعني للكرامية إطلاق آخر. هذا ذكر إسام الدين في حاشيته. فالكرامية عندهم أي موجود جسم معناه موجود. وآخر قائم بنفسه جسم معناه قائم بنفسه. فإذا هؤلاء يطلقون على الله تعالى اسم الجسم بمعنى الموجود. هذا موجود صحيح الله موجود لكن هذا إطلاق فيه نزاع لنا. وكذلك الله تعالى قائم بنفسه فهذا الإطلاق فلا حرج عليه باعتبار المعنى لكن الحرج باعتبار الإطلاق. ولا هذا الذي يقول ولا نزاع معهم إلا بالتسمية ومأخذه هو التوقيف ولا توقيف ها هنا. لذلك لا يجوز هذا الإطلاق سبق يعني. وهذا يوهم أيضا هذا يكون فيه إيهام أيضا لذلك لا يجوز هذا الإطلاق. ثم عند المجسمة إطلاق آخر. والمجسمة هو جسم حقيقة يعني عندهم الله تعالى جسم حقيقة. فقيل من لحم ودم عند البعض هكذا بعض المجسمة. وقيل هو نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء هذا عند بعض المجسمة. وهذا كفر وهذا هو كفر. هؤلاء المجسمة كافرون. نعم. مذهب يعني المجسمة لا يعني الكرامية بينها كستلي. هو يقول ذهب بعض الكرامية إلى إطلاق لفظ الجسم عليه تعالى بمعنى القائم بذاته. وبعضها نعم بعض الكرامية بمعنى الموجود. واستعمال الجوهر بمعنى القائم بذاته. كذلك إلى استعمال الجوهر بعض ذهب إلى استعمال الجوهر في حق الجوهر في حقه تعالى بمعنى القائم بذاته أو الذات. معنى الجوهر الذات فقط. أو الحقيقة والحقيقة شائع في عبارات الفلاسفة. أو الذات أو الحقيقة. نعم. وهذه
وهذه المعاني مما لا يستحيل عليه تعالى. حقيقة كذلك ذات أو قائم بذاته أو موجود، وهذه المعاني لا يستحيل عليه تعالى، بل النزاع في إطلاق اللفظ. هذا إطلاق هذه اللفظ الألفاظ ليس بجائز. هذا الذي قال. وإن أما إذا أريد بهما، بهما يعني بالجسم والجوهر، القائم بذاته والموجود لا في موضوع، فإنما يمدني إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك مع تبادل الفهم إلى المتركب والمتحيز. نعم، هذا قوله مع تبادل الفهم إلى المتركب والمتحيز، هذا إشارة إلى منع إطلاق هذا الاسم، هذين الاسمين على الله تعالى لأجل الإيهام، يوهم هذا الإطلاق أن الله تعالى متركب أو متحيز، لذلك لا يجوز هذا الإطلاق. ثم يعني بناء على عدم التوقيف أيضا لا يجوز. من سبق أن بينا أو سيأتي، نعم سيأتي، من جوز عدم اطلاق الأسماء بدون توقيف، قيدوا هذا الاطلاق بعدم الإيهام و يعني إفادة النقص، نعم النقصان، وهنا يوهم، لذلك على ذلك المذهب أيضا ليس بجائز. ثم وذهبت المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. نعم، فإذا هذا جواب عن سؤال، كأنه قيل لو قلتم أن الجسم والجوهر لا يطلق عليه تعالى، والحال أن الجسم أن المجسمة والنصارى يطلقون عليه تعالى، فإذا كيف تقولون أنه لا يطلق عليه، أنهما لا يطلقان عليه تعالى؟ فإذا الجواب، ذهبت المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي لا يجب تنزيهه تعالى عنه، يعني لا نسلم أن إطلاقهم صحيح، بل إطلاقهم أيضا باطل ليس بجائز. نعم، لذلك هذا الإيراد لا يتوجه علينا. نعم، الباقي فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.